ندد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ آن بالاتهامات الأمريكية حول انتهاكات لحقوق الإنسان والعداء الأمريكي للطموحات النووية للدولة المنعزلة. وخلال خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد وأذاعه التلفزيون الرسمي الخميس، قال كيم إن الولايات المتحدة وحلفائها يتشدقون بحقوق الإنسان بعدما فشلت محاولتهم لتدمير برنامج الردع النووي وسحق جمهورية كوريا الشمالية على حد وصفه. كما تطرق الزعيم الكوري الشمالي إلى تحسين العلاقات مع الجارة الجنوبية، وقال إنه لا يمكن بناء علاقات جيدة بين الطرفين في وقت تواصل فيه سول المناورات العسكرية وتخلق أجواء تشبه أجواء الحرب في شبه الجزيرة الكورية. وهذا هو الخطاب التلفزيوني الثالث بمناسبة العام الجديد الذي يلقيه كيم بعد توليه السلطة في الدولة الشيوعية بعد وفاة والده كيم جونغ إيل في عام 2011. وكانت كوريا الشمالية قد لمحت فيما سبق إلى رغبتها في تحسين العلاقات مع سول، لكن استفزازات لاحقة من جانب الشطر الشمالي أو المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حالت دون تحقيق تقدم. وكانت كوريا الجنوبية قد اقترحت يوم الاثنين استئناف المحادثات المتوقفة بين الجانبين في يناير لتشمل قضايا منها لم شمل عائلات فرقتها الحرب الكورية التي دارت راحها من عام 1950 إلى عام 1953. ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية، إذ انتهت الحرب الكورية باتفاق هدنة دون توقيع اتفاق سلام. رحاب علاء، رويترز.